حزين والله حزين والله فراقك صعب يا ام يزيد والله لا اروح القبور دحين وما ادري ابكي على فراقها ولا ابكي من الشوب والرطوبه هذه وين سياره المقابر واليوم الاسود موجوده مستر فواز تعال 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 انا قلت لك روح لا قلت ولا ما قلت لا ما قلت روح انت ليه ما رحت روح مستر فواز تعال انت تقول من نفسك تروح انا اقول لك تروح يلا روح هو يوم اسود من اوله والله فراقك صعب علينا والله والله قهرتيني والله رحمة الله عليك رحمة الله عليك يا ابو يزيد رحمة الله عليك طب طب ودلع يا يقول لنا تأخرت يا عليم فواز جانبتم انا قولتم كان سألك ايش انتم به الحياة دقنك دي ما فهمك ادخل قول لي فواز به قصة اخوك فوزي برا حسي انا سعيد بيكو قوي قوي شكلكم انتوا الاثنين توأم زي انا واخويا فواز بعتصل عصونا عمن فوزي كروا بصايا يا على لعبة القدر ايه ده ايه ده دي غريبة قوي انا ماما قالت لي ان اخويا خليجي مش هندي بص حتى شكله مش شكلي ولا جسمه من جسمي بس مش مشكلة ساعات واحد في التوأم بينزل قبل التاني يمكن هو نزل قبل مني بعشر سنين يمكن حبيبي يا اخويا تهنا ببحر الدنيا والقدر جمعنا يا فواز ابيك يا ابو الطيري انا عارف ان الصدمه صعبه عليك بتقول كلام مش مفهوم خش في لحمك اخويا خش اري هيثم بعتك يو كارتاي اركتك وانا انا عارف ان انت ممكن تتلوث وتتجنن خش في دمك حبيبي ابيس صبر كرو يا ارك خش في عظمك اخويا ايه 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 بايا هو انا ما فيش اخوك امال انت مين انا خان كابور كان خابور وبقيت ايه دلوقتي خان كابور المربي الخاص لمستر فواز وكذلك الخادم الامين للمرحوم الوالد فايز الخويري ما انا قلت كده برضه مش معقول تكون انت توامي دي كانت امي اتفرتكت الله يرحمها معك فوزي عند اللي بتدقي اري انا يعرف انت منو لقد ولدت على يدي طب قول لاخويا كده لحسن انت مش مصدق خالص عندما ياتي مستر فواز لا بد ان اخبره بكل ذلك اكسكيوز مي حبيبي كم هير هوم سي ميك لايك مي سوي مثل انا 1 2 دك وان ايه؟ وان تو تك وان تو تك يس حبيبي حبيبي بقولك يا النبي يا عم خبور اخوك على لحم بطنه اي فرختين جملين ها الحياة بقى لونها بمبي وانا جنبك وانت جنبي الشغالين اللي هنا فين؟ انتوا يا بهايم اي حد يجيب لي فستق لا 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 الحزين عايز أبكي فرحان عايز أضحك مجنون يا ده اسمه كلام يا ست حد يدخل على الناس كده من غير لائحة ولا دستور تومين أم سوري مستر فوزي خان هو اللي قال لنا ندخل نسلم عليك وفهمنا كل شيء إيش هذا الشيء؟ ايش هذا الشيء؟ ما شاء الله ايش هذا القمر؟ بيبي ابيض وجميل يا انتي بنطه ده باصه كمان ايه ده مين اللي عمل فيك كده؟ ياسا في حد شد لك ده؟ بطه ده انت بطه بص بص قمر ما شاء الله ستة بطه هو مين ده؟ هذا يزيد ولد اخوك مستر فوزي ابن اخويا ادخل في حضن عمك يا حبيبي يا ابني مرحبا هلا والله اكيد انت مرات اخويا فواز معاكي فوزي عند اللي بتدقي مستر فوزي انا مو زوجة اخوك انا سكرتيرته زوجة مستر فواز توفت من خمس سنين ده شيء يسعدني جدا جدا تعالي معايا مرحبا انت لسه واقفه تفضلي استريحي اهلا وسهلا تفضلي واحدة
ما كانت بتقعد كانت الكنبة بترجع. وحضرتك مش متجوزة؟ لا مش متجوزة. ولا ماشية مع حد؟ لا. يعني ذمتك فاضية خالص ها؟ اه فاضية. مش عايزة تمليها؟ هو انت ما بتعمليش علاقات يرفضها المجتمع والناس والعرف؟ سوري مستر فوزي، انا مو مرتبطة وما افكر في هذا الموضوع ابدا. انا اوعدك اوعدك انك قريب قوي هتفكري في الموضوع ده. سوري مستر فوزي، استاذن انا راح فين وانا مش هشوفك تاني. اذا بغيت شيء كلمني على غرفة رقم 4. يا خان وديني شنطتي غرفة رقم 4. بقولك ايه يا قطة، انا بقالي كتير هنا ما شفتش اخويا فواز. هو اتقتل ولا ايه؟ اليوم الذكرى السنوية لزوجته الله يرحمها، وهو دحين في المقابر بيقضي عندها الليل كله. تحب تروح لك نوع من المشاركة؟ طبعا اروح له، اروح له واشارك اخويا في احزانه. اول يوم اقضيه في دبي في المقابر، نفسي اعرف مين اللي نظر ونق في السفرية دي. يا ابن المحظوظة يا فوزي، ده زمن وغايص. آه يا سندس، آه يا أم العيال، بعد فراقك يا سندس الورود ذبلت، البلابل صارت تنوح. يا أخ أنت يا بيتهوفن، إيش في ليلتك؟ أنا جايبك وأعطيك مصاري عشان أحس الحزن، بدي أبكي، يعني فين أبكي؟ مقابر أبكي فين؟ شوي شوي الله يرضى عليك، الله يرضى، هذه مرتي، مرتي وماتت، شوي شوي، تفضل، لا تأخذني، تفضل. آه يا ميزي، آه، روح، يلا روح، يلا روح. يكشي يطلع لك شبح في المقابر هذه، ياكلك أنت والبيان اللي في يدك ده، وطر وطر. ستار يا أم يزيد، يا زوجتي تركتيني وحدي، وحدي تركتيني، والله نفس المعنى. ايش هذا قصر الكلام؟ بعدك انا صرت وحيد في الدنيا، والله وحيد. انت مش لوحدك يا فواز، انت مش لوحدك اخويا، ليك اخ بيحبك يا حبيبي. لا عفريت، عفريت. عفريت مين؟ انا اخوك فوزي قتلك من مصر. عفريت مصري، تركت مصر وجيت للدبي. يا جماعه عفريت مين؟ خش في حضني ولحمك اخويا. اعوذ بالله، ادعوا لي، جاني جني، جاني جني قصير مصري قال لنا اخوك فواز، جاني جاني، والله ريته، والله ريته. لا انا لازم اكلم الدكتور بسرعه، شكلها حمى. لا بد من كم هذا، يا نهار اسود اخويا هيضيع مني، ده انا مع شرطه ربع ساعه. يا فواز عشرة ربع ساعه هضيع في الارض يا اخوي، ما تخافش يا حبيبي، انا اخوك، انا اخوك. كتير الناس ممكن تزهق فبغير يعني، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. قلبي على طيري. طب ممكن اغني حاجه قصيره؟ هولع في نفسي يا اما، مش عايزين يدوني التسريح في بلدي يا اما، الكبريت فين يا اما؟ بسرعه والنبي الجزف ياكل في وشي، الكبريت فين يا اما؟ الكبريت. الولاعه هي اسرع، خد الولاعه يا اما بسرعه كده. لا يا اما لا، لا ما تجيش منك، المفروض تأذريني. ايوه لو كل الدنيا وقفت ضدي انت المفروض تأذريني يا اما، تقفي جنبي تأذريني كده وتقولي لي انت موهوب يا فوزي، انت موهوب. لو كل مطرب المطربين اللي بنشوفهم مثلا عندك، لو عمرو دياب ولا هاني شاكر ولا حماده هلال، كل واحد فيهم امهم رمت لهم الولاعه كانت حرقوا بجاز من زمان ولا كلنا شفناهم. لا يا اما، لا يا اما، كنت منتظر انك تأذريني. يا خساره، ده انت اللي خسرت عليا، ده انت هتوكسني وهتخلص عليا وهتجيب اجلي. اما اما سيجاره يما، سيجاره، قلت لك 100 مره شربك للسجاير في البيت ممكن اشمه وده ياثر عليا كمطرب، وبعدين عشان صحتك. فولي نفسك بقى، فولي يا موهوم يا ابن الموهومه، فولي نفسك يا قذر. ده انا بعت سيختي وكل اللي حيلتي علشان اعمل لك المشروع اللي يامنك ويامن مستقبلك وتقف على رجليك، وانت سايبه وطالع تجري ورا المغنى. انا عارف ان المشروع عظيم، بس العيب مش في المشروع، العيب فيا انا يا امي.
يا امي انا عيال، انا مريض بالغنى والطرب. خديني حللي لي، حللي دمي، حللي واساليهم فصيلته ايه. هيقولوا لك فصيله دمي بي دو ري مي فاصول. يا امي يا امي انا في ناس كتير قوي جوايا، لو تتعرفي تخرجيهم. خرجيهم، خرجي عبد الوهاب، خرجي ام كلثوم، خرجي شاديه يا امي، خرجي عبد الحليم، خرجي حمائي، خرجي فؤاد، خرجي حمائي يا امي، خرجيهم من جوايا يا امي. انا بقى هخرج لك حمائي ام كلثوم. خرجوا خرجوا بس حمائي لسه، حمائي لسه، حمائي خرج 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 كلهم خرجوا وانا خارج. يا بسنت يا بسنت، بقالي اسبوع مش عارف عنك اي حاجه. ايوه اول ما تسمعي رساله كلميني، انا قاعد في المشروع بتاعك. يلا سلام. يا اندريف يا اندريف، شايف لك خبر سوء؟ انما ايه انت ابن حلال، وحيات ابوك تعالى اقف في المشروع بتاعي خمس دقايق، عايز اروح ادور على بسنت، بقالي اسبوع ما اعرفش عنها حاجه. فوزي انا عندي طلبات ادويه مستعجله، وصاحب المصنع لما بيصدق الواحد يكح عشان يطرده. يا محروس انت عارف ان العاطفه بالنسبه للفنان، وانا فنان. وعشان انت فنان هقول لك عن خبر الحلو. قول. فرح بسنت النهارده في مركز شباب. ما تقولش مركز شباب الدقي، نفس المكان اللي كنا هنتجوز فيه. ولا هتجوزها يا فوزي؟ ما تقولش الوضع سمع عشاب، كل الدق كان عارف وانا كنت رافض اصدق. ولا هيغني فرح؟ ما تقولش، اكيد اكيد هيجيبوا مطرب غيري. ما اقولش ايه، ما انت اللي قلت كل حاجه. فوزي انا بدوخ ولا ايه؟ مالك يا فوزي؟ لا انا مجروح. مجروح عشان بسنت هتتجوز؟ لا عشان هجيب مطرب غيري. محروس انا تعبان، حياه ابوك اطلب لي من القهوه شويه قرفه بلبن. بس خليهم يزود اللبن. وحياه ابوك. اتفضل. ولا شغلانه. اوبا الحق الدائره، الدائره انا جايه وهيجرحوك بجد. طب اقفل الباب لا تشوفوني. ولا فين فوزي؟ يالا فوزي راح اجيب النقاش. ايه فوزي؟ راح اجيب النقاش عشان يصلح الازاز. يصلح الازاز؟ مش انت على الحساب اللي عليه وبعد كده اصلح الازاز؟ انا عارف، انا اصلح له الازاز. بقول لكم يا رجاله، عايزكم اصحاب الحراره من السنترال دوت. اصحاب السنترال من الحراره. يلا يا رجاله. ها ايه رايك؟ كله تمام؟ اه تمام 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 وزي الفل يا ريس. يبقى سلم لي على فوزي. يوصل. بقول لك يا محروس، خلي بالك من المشروع بتاعي عبال ما اجيب بتاع الازاز واجي. ها خينا واطيا يا بسن غدارة قذرة يا بسنت يا بسنت. قولي نفسك بقى بسنت بسنت، وسايب امك بتموت، روح هات للدكتورة. انا مش قادر اخد نفسي. حد 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 رايح فين؟ من على السلم اكل خلاص. عينيا يا امك. بسرعة يا ولا. حاضر يا شكري. امي جات لها الازمة بتاعت صدرها، هات لي دكتور مسالك بوليه وتعب بسرعه. سلام. اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل يا دكتور. من هنا من هنا. اه اوكي. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ايه ده؟ مساء الخير يا طنط. ها المريضه فين؟ ايه المريضه فين؟ في الكوافير. ايه ده، راحت تجيب العريس؟ ايه يا دكتور، امي المريضه، طمني عليها لو سمحت. ابقى زمان بس ان شاء الله خير. ربنا يخليك، انا قلقان عليها جدا والله. ما تقلقش، الجو لطيف جدا والحياه ظريفه قوي قوي قوي. ايه بقى؟ ايه يا كتكوتة؟ ايه يا كاتيكوريكورا؟ على فكره على فكره، ماما بتتدلع عليك، عايزه تعرف غلاوتها عندك. والله غاليه غاليه جدا، بس طمني عليها لو سمحت. انا مطمن، ماما حلوه الحمد لله. ماما حلوه الحمد لله. هو حضرتك دكتور اطفال؟ حضرتك ما تبوظليش شغلي، ده شغلي. طب اتفضل. يا اختي حبيبتي حبيبتي بابويا حبيبتي. انت جاي ترد على عيله صغيره يا دكتور؟ لحظه واحده اشوف شغلي. اتفضل. مش هينفع كده. اتفضل. حك 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 حك، ده كشف غريب جدا. قولي يا تيتي قولي يا تيتي. هي ما بتضحكش ليه؟ هي تعبانه؟ لا مش تعبانه، انا منكد عليها، وثانيه واحده هنكد عليك انت كمان.
لو سمحت انا متوتر، شوف لي فيها ايه. ماما حلوه طبعا، ربنا يخليك. خليها لك. احنا جايبين مطيباتي. كله هيبقى تمام صدقني، كله هيبقى حلو قوي. دلوقتي ماما ساكنه فين؟ نعم، ماما ساكنه فين؟ ساكنه في اول فيصل، بس ما بتعيا بنكشف عليها هنا. برافو عليك، برافو برافو برافو. قول لي بقى، لما بتطلعوا رحله مع بعضيكم هي بتطلع معاكم؟ ايه علاقه ده باللي هي فيه دلوقتي؟ بتركب الباص. مين اللي بتركب الباص؟ انت تركب الباص يا كتكوته، انت تركب الباص يا بتبوته. ماما حلوه. انا ثانيه واحده وهطردك لو سمحت، الدكاتره كتير. ارجوك طمني ان انا توترت. انا معلش، انا اسف، انا مقدر توترك، بس ماما حلوه. انا عارف ان ماما حلوه. قول لي بس فيها ايه. هتبقى حلوه، اتاكد من كده. يا اوكي رب. يا يلا قولي لي بقى، حاسه بايه؟ حرقان قلبي جامد. حرقان في قلبي؟ اي حرقان في قلبي. حرقان في قلبي يعني ايه؟ يعني خطر يا دكتور. لا 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 مش خطر خالص. ماما حلوه. ماما حلوه ايه؟ انت حرقان في قلبي بتقول لك. حاسه بايه تاني يا حاجه؟ صدري كتير عليا، مش قادره نفس. صدرك مش قادرة تاخد نفسها؟ يا دكتور ابص ايدك، اديها اي حاجة. هي ماما حلوة ان شاء الله. تقول حاسة بحاجة نغزة رخمة كده في رخمة الزن. مالك يا دكتور؟ امسك يا استاذ، مالك يا صمت. مر اسود. قالت لي خد الحباية قبل ما تنزل. مين دي؟ يعني خدها. مين دي؟ خطيبتك؟ خطيبتك؟ مرات حضرتك؟ حضرتك امسك. نهار اسود على اليوم الطين. مالك؟ يلا ماما حلوه. انا اللي مش حلو. يا نهار اسود انت حلو. طب اجيب لك حاجه؟ اجيب لك حاجه؟ فسحني حاجه. مالك يا دكتور؟ انت هتنام جنب امي؟ يا دي اللي مرتاوي. حاسس بايه طيب؟ افتحوا الشبابيك، افتحوا الشبابيك. طب في دواء انزل اجيبه لك؟ هيثم. ايوه سمر. هيثم وسمر، ده دواء جديد؟ يا نهار اسود ومنيل، الدكتور بيتحول. الحقني يا شكري. جايب لي الدكتور بيموت يا شكري. معلش معلش يا عندليب، خش انت بس جنب الحاجه وانا اجيب لك دكتور تاني حالا. ما تجيبش حد تاني. ماما حلوه، ماما حلوه. الحمد لله يا أم، الدكتور خد الشر وراح. انت بقيت كويسة دلوقتي؟ اسمع يا واد يا فوزي، عايزة اقول لك سر مخبيه عليك السنين اللي فاتت دي كلها. سر ايه يا أم؟ ابوك عوض مش ابوك. يا نهار ازرق، امال مين ابويا؟ ابوك اسمه فايز الخبيري. طب ما انا عارف ان ابويا اسمه فايز الخبيري واسم الشهرة بتاعه عوض. ما هو ده السر اللي خبيه عليك عوض عشان ما تعرفش انه جوز امك.